توج فريق شباب إنجاز شقرة بلقب بطولة الاستقلال للشباب في نسختها الأولى تحت سن 20 عاماً، والتي أقيمت على ملعب العين في المنطقة الوسطى بأبين. تتويج فريق إنجاز شقرة جاء على حساب نظيره فريق أمواج العين في اللقاء الختامي بركلات الحظ الترجيحية بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. في الشوط الأول استغل أمواج العين النقص العددي لمنافسه ليفرض سيطرته على مجريات اللقاء، الأمر الذي مكنه من التقدم في النتيجة بهدفين دون رد. في الحصة الثانية خرج شباب الإنجاز من مناطقهم بغية تقليص الفارق، وهو ما حدث بعد تسجيلهم لهدفين متتاليين في آخر أنفاس المباراة، ليعود اللقاء إلى نقطة البداية ويتجه الفريقان إلى ركلة الحظ الترجيحية التي ابتسمت في نهاية المطاف لأبناء شقرة الذين حققوا لقباً كان يبدو صعباً بسبب العوامل التي رافقت المباراة منذ انطلاقتها. وتغمرنا السعادة الكبيرة بختام هذه البطولة، بطولة كأس الاستقلال برعاية الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، وسعداء أننا أسعدنا الجماهير وخدمنا شبابنا في المنطقة الوسطى، والفرحة عمت الكل. البطولة الشعبية شهدت مشاركة 20 فريقاً شعبياً يمثلون عدة مديريات، منها لودر وموديا والوضيع ومنطقة شقرة، وتهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب التي تحظى بها المحافظة. ومع إسدال الستار على النهائي كرمت الفرق الفائزة بالكأس والميداليات، بالإضافة إلى تخصيص جوائز فردية للأفضل في البطولة.